حبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين فقرآننا هدينا والحبور. الحمد لله الكريم المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان وامتن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه نبيه ورسوله محمد صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل اللهم بحولك وقوتك ورحمتك كل صعب علينا سهلا فإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله وبياكم مشاهدين الكرام مشاهدي الندى الفضائية وأهلا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من برنامج ألف لام ميم وحلقة الخميس وأنواع الهجر وما زلنا بفضل الله تعالى مع النوع الرابع من أنواع الهجر ألا وهو هجر التحاكم إلى القرآن. ومعنا كما تعودنا في هذا اللقاء شيخنا الدكتور محمد محمود عبد المهدي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك. أهلا شيخنا بارك الله. نور. عزك الله. الله يكرم سيدي. طبعا شيخنا تكلم في الحلقة قبل الماضية في مدخل إلى التعامل مع هذا النوع من أنواع هجر القرآن ألا وهو هجر التحاكم للقرآن ويخوفنا كلنا وخلى كل واحد فينا يقلق ويشوف هل هو ممن يحكمون القرآن في حياتهم وفي معاملاتهم وفي تجارتهم ومع جيرانهم ولا يخاف على نفسه من النفاق. وأنا أظن الرسالة وصلت لي جيدا وأكيد وصلت لحضراتكم. وبدأنا في الحلقة الماضية بفضل الله تعالى الكلام عن نماذج من تحكيم القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة. ونستكمل اليوم بإذن الله تعالى الكلام عن تحكيم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب الله عشان يكون لنا أسوة فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله الصحابة. معنا اليوم يا دكتور. الحمد لله أحمده والصلاة والسلام على نبي الهدى ومعلم الخير نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فضلتك في هذا المدخل نؤكد عليه أن الفارق الدقيق في هذا النوع من أنواع الهجر بين مؤمن وبين المنافق أنه كما حكى القرآن العظيم أن المنافق إنما يفر من حكم الله بدقة إذا كان عليه ويفر من حكم الله بالحيل والروغان وتحكيم المنطق العقلية الذي هو ليس بمنطق في الحقيقة. ولكن اليوم إنما نجيب عن سؤال دقيق ما هي العلة في أن المنافق يفر من أحكام الله ويسيء الظن بأحكام الله. ذكر الله ذلك وكل يعلم أن سورة البقرة ابتداها الله عز وجل بوصف المتقين وهم المؤمنون حقا بهذا الكتاب في 5 آيات ثم وصف الكافرين في آيتين ثم وصف المنافقين في 13 آية من ضمن ما وصف انطباعهم عن الشريعة وعن أحكام الله في كتابه العزيز وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فقال عن انطباعهم النفسي أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يزعلون. فالمنافق لا يرى في أحكام الله إلا الجوع في رمضان وإلا الحرمان في رمضان وإلا العطش في رمضان وإلا الثقل في الصلاة وإلا أن الصلاة تأخذ من وقته ومن لعبه ومن تجارته. فهو دائما لا يرى في أحكام الله إلا ما فيها من المشقة وما يحيط بها من بعض المشقات. فالله عز وجل وصف ذلك في كتابه العزيز وبين نفسية هؤلاء أو كصيب من السماء لا يرون في الصيب الذي هو السحاب المحمل بالماء الذي هو سر الحياة لا يرى فيه إلا البرق والرعد والظلمات. مع إن فيه خير كتير. مع
أنه محمل بسر الحياة. نعم. اجعلنا من المي كل شيء حي. نعم. فهؤلاء انتكس مفهومهم وضاع إدراكهم لمعنى الشرع، وأن الشرع فعلا فيه مشقات لكنه لا يكلف بغير مستطاع. نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فدائما لا يكلف الله إلا بما يستطاع. نعم. لكن فيه بعض مشقة على النفس التي جبلت على حب الراحة وعلى حب الدعاء، فتأتي الأحكام الشرعية حتى تخرج النفس من تلك الدعاء وهذه الراحة التي لو بقيت لأدخلت العبد النار. هذا تأصيل دقيق لنفوس هؤلاء المنافقين. لذا قال الله في الصلاة خاصة: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهم لا يرون في الصلاة إلا عصمة دمائهم وأعراضهم، عن أن يقال في أعراضهم شيء يذم، فلا يأتون الصلاة إلا متأخرين كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتساقلون عن العشاء وعن الصبح في جماعة، ويفعلون أفعالا في العبادات إنما دأب أنهم لا يرون فيها إلا المشقات. أنا ملاحظ حضرتك برضو بتزيد التأصيل في مسألة أن من لم يتحاكم إلى القرآن يحذر من النفاق. لا شك، وهذا الحقيقة ما أوضحته الآيات من سورة البقرة. نعم. التي الكل يعلم أنها تدور حول بيان المؤمنين في 5 آيات، وبيان الكافرين في آيتين. نعم. وبيان المنافقين في 13 آية، من وسطهم تلك الآيات التي تنبئ عن طبيعة نفوسهم، وأنها لا ترى في تكاليف ولا شريعة إلا ما يتكره النفوس، لأن النفوس جبلت على هذا. طيب، عايزين ندخل بقى في يعني في حياة الصحابة والتحاكم، وعايزين بقى نماذج من تحاكم الصحابة لكتاب الله وتقديم تحكيم كتاب الله عن ما يحبون أو ما يرغبون من الدنيا. شيخنا، أنا جاهزت الآن وأنا في إعداد الحلقة اليوم أن عصر الصحابة ومن بعدهم كانوا على انضباط رائع قوي، وهذا الانضباط لا يبدأ تأصيلا إلا من النفوس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر حفصة ابنة سيدنا عمر أمام سيدنا أبو بكر الصديق، يعني يذكر أمامه أنه يريد خطبتها. نعم. فيعرض عمر رضي الله عنه بقدر الله، يعرض حفصة على سيدنا أبي بكر. نعم. ويعرض على سيدنا عثمان. نعم. فلما عرض على أبي بكر سكت ولم يتكلم. نعم. حتى أبان النبي بعد أيام عما في نفسه، كان عمر قد وجد على أبي بكر. نعم. يعني وجد في نفسه منه. نعم. فلما لقيه سيدنا أبو بكر أخبره بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها، فما كان ليفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هذا حكم شرعي دقيق. نعم. إن الجالسة إذا لم يكن هواء وليست يعني مزاعة هكذا. نعم. لكن إذا كان بيني وبينك في غرفة بالأمانة. نعم. لا تحتاج إلى أن أخذ عليك العهد. نعم. والميثاق أن تكتم السر. فسيدنا أبو بكر الصديق إنما عمل بشريعة الله. نعم. فكتم سر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن أظهره صاحب السر ومن تكلم به. احنا عايزين نستفيد بقى ونفيد مشاهدينا الكرام. يعني حضرتك تقصد أن إذا كان هناك كلام بين شخصين أو أكثر، تمام، في مجلس يحمل على الأمان، يعني ليس شرط أن أقول لحضرتك يعني لا, لا 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 تنقل هذا ولا تقول هذا عني. إذا قلت ذلك شارة مشددة. لا، لكن هو في الاصل لا ينقل ما بالضبط كده. تمام. الاصل لا يفشى، وده مهم جدا برضو، يبقى ده داخل في التحاكم. لا شك. تمام. في ان العبد يعلم حدوده. نعم. فاننا نقيم تلك الحلقه لو اذنت فضيلتك على ما كان في عصره من الانضباط. نعم. لا يرسلون نفوسهم ولا يتبعون هواهم ولا يخافون من لومه لائم. نعم. ولا يخافون من لومه لائم. سيدنا ابو موسى الاشعري يدق الباب في خلافه عمر 3 مرات ثم يرجع، لو سيدنا عمر وقد خرج إليه بعد الثالثة وقد مشى خطوات: ما منعك أن تزيد؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان 3 وإلا فارجعوا. هكذا يقول في سورة النور: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. نعم. ما الذي يغضبك من أخيك إن طرقت الباب فلم يرد؟ لا، هذا مصيبة. هذا يحدث قطع رحم. ويحدث عدم زيارات ويحدث شجار كبير. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نظم المسألة فجعل الاستئذان 3 بينهم فواصل، يستأذن الأولى ثم ينتظر، ويستأذن الثانية ثم ينتظر، ويستأذن الثالثة ثم ينتظر، ثم هو بجانب الباب ليس في وجهه. نعم. ومن نظر من ثقب باب أخيه ففقع عينه
فلا دية لعين. فهذه حكم شرعي برضو يتعلق بالاستئذان. نعم. الاستئذان الذي وردت فيه آيات عريضة في سورة النور. فعمر رضي الله عنه يمسك بأبي موسى الأشعري، انظر إلى الضبط، فيقول لو لا تأتيني بشاهد على هذا أو لا أفعلن فيك كذا. لأنه لم يسمع، سيدنا عمر لم يسمع هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ نعم. أمير المؤمنين نعم. الخليفة الراشد الذي يضبط المسائل الشرعية. من يحكم؟ من يحكم؟ يحكم نعم. فيضبط قول أبي موسى، فهو لم يسمع، فيريد أن لم يشك في أبي موسى لأنه يعلم أنه كلهم عدول صحابة، وإنما يريد أن يعلم الأمة الضبط في قضية أنه لا يقال على الله ولا على رسول يعني تحقق وتأكد إلا ما فيه تحقق كامل نعم. فعاد أبو موسى مهموما إلى القوم، فإذا بهم يقوم معه أبو سعيد الخدري فيشهد عند عمر أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن الاستئذان سلاسل. فانتهى عمر وقال له يرضي خاطره ويبين مقصده، أما إني ما ذكرت ذلك لك تهمة لك، ولكن أحببت أن يعلم الناس التثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم. بيصفي بقى ما في النفس. إذن هذا ضبط، ليس تعبد، جميل تربية الضبط. إنما حين تأتي تلك الأزمان ويظهر ما يظهر فيها، فصرنا جميعا كما حكى القرآن، وأنا أتخبأ وراء لفظ القرآن لا أبالغ فيه ولا أوسع، حين قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى سدى، وقال في أواخر المؤمنون عبس، كلمة إيه عبس، فحسبتم أنما خلقناكم عبس عبس، يرسل النفس هكذا لا يقف عند حدود ولا يعلم متى يسكت ولا متى يتكلم، كلما ضاقت كلمة تكلم بها، ولو مع أبيه ولو مع أمه ولو مع رحمه، ولو كانت الكلمة فيها قطيعة رحم أو إقلاق مسلم أو أذى لمسلم. الناس صار الآن في حبس رهيب، في حالة من فوضى شديدة جدا، لا يضبطون أنفسهم بشريعة ولا يعلمون أن لها حدودا في كل شيء. يبقى احنا نخرج برضو من هذه القصة عن سيدنا عمر بالتثبت، ولا ينتهي إلى هذا، بل وهو والاتباع، بل وهو قد طعن طعنات سلاس نعم. فجرت من بطنه ما فجرت، يفيق فيكمل الصلاة رضي الله عنه. وعلم من هذا الحكم الشرعي، وهو من فقهاء الصحابة سيدنا عمر، أن الدم الذي ينزل من البطن أو غيرها لا ينقض الوضوء نعم. فيتم الصلاة بالناس، يستأس ثم بعد ذلك حين يوضع على التراب يسأل أمنا عائشة ويرسل إليها، قيل أرسل عبد الله بن عمر أن يستأذنها أن يدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار أبي بكر، لا يأخذ ذلك إذن خليفة نعم. لا يأخذ ذلك عنوة نعم. ولا يتهجم به على أم المؤمنين نعم. بل يستأذن حتى أذنت رضي الله عنها وبكته ورسته وأذنت له أن يدفن في مكانها التي كانت تحب أن تدفن بها بجوار زوجها وبجوار أبيها رضي الله عنهم أجمعين. ثم هو يدخل عليه شاب قد يطال ثوبه فيوقفه ويقوم بأمر الأمر بالمعروف والنهي عنه، وهو في هذه الحالة بعد أن يبشره نعم. هذا الشاب فيقول له يا ابن أخي قصر ثوبك، فهذا أنقى لثوبك وأتقى لربك نعم. سيدنا عمر الخطاب يعني كان فاروقا عدلا يقف عند كتاب الله نعم. سيدنا عمر الخطاب الذي استدعى عمرو بن العاص من مصر ليصفعه على رأسه حتى يفيقه لما ضرب القبطية في مصر بدون وجه حق، فتحاكم عن سيدنا عمر، فإذا سيدنا عمر يرسل سيدنا عبد الله سيدنا عمر الخطاب فيرد عليه الضربة من جهة هذا القبطي حتى يعلم العدل في هذا، وأنه وإن عاقبته فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به نعم. فيكون هذا إرساء، لأن لكل شيء حدود ولكل شيء شريعة، وأن الله تبارك وتعالى شرع الحقوق بين الناس حتى يذهب ما في النفوس، فلذا قال سبحانه ولكم في القصاص حياة، كيف يكون قتل وفي حياة لأنه يذهب بما في نفس ولي الدم نعم. هذه من روعة الشريعة نعم. حين تحكم الدية وتحكم المقابل في مسائل الدية والقصاص وما يقابل ذهاب العضو والعين واليد للشريعة، هذا ما يشفي نفس المتضرر حتى لا يكون المجتمع يتربص بعضه في بعض نعم. حتى لا تكون غابة والغابة أنظم من هذا، لكن البشر حين
يجعلون شريعة الله خلف ظهورهم، ويكون هناك بديل، بديل متهافت ضعيف لا يقوم بنفوس، لأن الله الذي شرع هذه الشرائع أعلم النفوس. نعم. خلقها وهو أعلم بها. سبحانه فهو أعلم أن القصاص إنما هو نعمة لو وضع في الأمة يرفع من بينها ما يجري من السعة في سفك الدماء، حتى قال في سورة الإسراء: فلا يسرف في القتل، فجعلنا لوليه سلطانا، يعني سلطان اختيار القصاص أو اختيار الدية. نعم. أو العفو. نعم. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف أربعة، ولكن قتل بعضنا بعض. بمعنى فيهم نساء، فسقطت منهم امرأة فاغتصوا للمرأة التي سقط، فعادوا على الأوائل بهذا، فقتل رجل ليس من العائلتين فسقط من عائلة ثالثة، وهذا معنى قوله فلا يسرف في القتل. نعم. إنه كان منصورا. نعم. استشهد سيدنا عمر بن عباس بأن معاوية منصور في قتال مع سيدنا بس علي. برضو عشان برضو إن يعني من باب التوضيح للمشاهدين الكرام إن المسؤول عن هذا هو ولي الأمر في موضوع يعني حتى لا 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 يعني فتحت بابا يعني حسنا قويا. نعم. في ان هذا انما هو بالسلطان. نعم. وبولي الامر ليس بمن اقامه الله تبارك وتعالى، حتى لا يكون هذا افتيات على اهل الايه. نعم. اهل الحل والعقد ومن بيدهم تنظيم هذه المسائل. فاذا يصير الامر الى ما ذكرنا في ان سيدنا عمر بن عباس استشهد بهذه الايه على ان ولي دم عثمان منتصر في دمي هذا، حين قال الله فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. نعم. إنه كان منصورا. فالحاصل حتى هذه الآيات من سورة الإسراء لو قرأناها: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. نعم. ويأتي بعد: ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا الزنا، وقبلها: ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم وأوفوا بالقسط والميزان، وتأتي الآيات متتالية: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كان في مشية محرمة شرعا، كلها أحكام. مشية محرمة شرعا، مشية فيها اغتيال، مشية مصطنعة، تدخل مرة في البرستيج تدخل مرة في كذا. حلو البرستيج يا هذا ما دخل على الناس. نعم. ولو كان فيها يعني من الكبر ما فيها لكانت أيضا محرمات. فختم الله الآيات فقال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. محتاجين نظبط النية في كل حاجة، حتى في المشية لا شك، وفي الملابس وفي الأطعمة وفي المعاملات وفي الكلام، وأن نعلم أن الله قائم على كل نفس بما كسبت. نعم. قال تعالى في الرعد: فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقال في خواتيم البقرة: لها ما كسبت، يعني من الخير والبياض والسواد، وعليها ما اكتسبت من سواد الذنوب وآثارها. فإذا الكسب أكثر ما يكون في الشريعة وأحكامها وحدودها. فعصر الصحابة كان منضبطا. ما الذي أمسك بعلي رضي الله عنه أن يقتل قتلة عثمان؟ لأن علي رضي الله عنه يعلم أن حكم الله أنه لا يقتل إلا من قتل وباشر القتل. نعم. وكانوا تسعة، وكلما قال في الجيش فهم دخلوا مع سيدنا علي رضي الله عنه فليخرج قتلة عثمان، خرج كل الجيش. فهو يسأل سيدنا معاوية أن يهدأ ويستقر حتى يخرج قتلة عثمان، وسيدنا معاوية قدر الله الأمر يتعجل سيدنا علي في المسألة. نعم. ما الذي جعل سيدنا علي بعد معركة صفين لا يغنم أموالهم ولا نساءهم ولا ما سقط منهم؟ لأنه قتال بين مسلمين وبين مؤمنين، ولا يجوز فيه أخذ الغنائم ولا السبي، أحكام شرعية. نعم. حتى كان يتقاتلون بالنهار في صفين ثم يتزاورون بالليل في المعسكرات. سبحان الله. أحكام شرعية لا يصل هذا إلى بغض في القلب، إنما يتأول كلا الفريقين. فالأمر قائم بحكم الله وكل له تأويل، ولا يوجد قتال بين المؤمنين إلا وفيه هذا بين المؤمنين. نعم. إلا وفيه هذا أنه يوجد متأول ومتأول، لكن لابد للمسألة أن يعلم أن شرع الله في زمنهم كان على الرأس والعين. نعم. حتى في التوصيف قالوا سيدنا علي: ما تقول في الخوارج؟ كفرة. قال: معاذ الله،
هم من الكفر فروا، هم بيفروا من الكفر. نعم. قالوا فسقه، قال معاذ الله من الفسق فروا. قال هم منافقون، قال معاذ الله من النفاق فروا. ده كانوا أرباب صلاة قرآن، كانوا من أعلى الناس. اقرأ الحكيم بن جبلة من المنافق، من كان من الخوارج، ماذا كانت عبادته وجلده وما صنع في جسده في قتال مع غير المسلمين. قالوا سيدنا علي ما تقول فيهم؟ هذا التوصيف العلمي، ضبط اللسان. نعم. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها إيه؟ أحدهما. هذه شريعة الله. نعم. ولا يجوز لمسلم أن يكفر مسلما. نعم. طالما أنه يشهد لا إله إلا الله وهو مستقبل القبلة. اللهم إلا أصلا بس دي بالله عليك يا شيخنا، عشان في كثير من الناس في هذا العصر يكفر بعضهم بعضا بسبب ربما فكر. واتسعت القضية اتساعا عظيما، وصارت قضية شديدة شديدة شديدة، وكانت عظيمة أنها نفرت كثيرا من الناس في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي دقيقة دقيقة حقا، إنما صارت بغيظ وحسد ومجرد الشجار والتقاتل. ومع هذا قال الله فمن عفي له من أخيه إيه؟ شيء. وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا لا يوجد أي اختلاف أقوى من الاقتتال. نعم. ومع ذلك حافظ الإسلام والقرآن على إثبات الأخوة. نعم. على إثبات إيه؟ لا نتكلم مجاملة لأحد، إنما تلك شريعة الله. نعم. لا نتكلم حتى نداهن أحد، إنما تلك شريعة الله. فقيل لسيدنا علي، وذا التوصيف العلمي. نعم. الذي يخرج من ماذا تقول فيه؟ وما تقول فيهم يا أبا الحسن؟ قال إخواننا بغوا علينا. الله. قال إخواننا بغوا علينا. بغوا علينا. هو سيدنا علي لم يأتيها من قبل نفسه. نعم. إنما جاء من كتاب الله. نعم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى. فيأخذ الوصف ويتكلم به رضي الله عنه. أمنا عائشة تكون في جيش الزبير وطلحة. هذا يقاتل جيش سيدنا علي، ومع ذلك يأمر أن يحميها ولا يزال بها حتى يسترضيها ويخرجها ويردها إلى المدينة مرة أخرى. لم يستحلوا المحارم ولا الأعراض بالغيظ والكيد ولا بالاختلاف في الرأي ولا بالهوى كما يجري في كثير من الأحيان، إنما يعلم أن له حد وله شرع. سيدنا علي رضي الله عنه، يبقى الشرع مقدم، ويعني هو الأصل في التعامل. سيدنا عثمان في خلافته. نعم. يعني يقول سيدنا عثمان ينصروه ويقتلون دونه، فيقيم عليهم الأمر ويوجب عليهم طاعته وألا يقاتل دوني أحد. نعم. فيستمع، وهم كانوا شبعان. نعم. لو يعني سيدنا علي لوحده لو أراد أن يعني يحارب جل هؤلاء الذين تصوروا على سيدنا عثمان. نعم. لقاتله، لكن يقف عند أمر الأمير وحكم الحاكم فينتهي. نعم. هذه كانت الشريعة، الشريعة التي لا تعرف الهوى ولا تعرف النفس ولا تعرف ما يسمونه بالمحسنات الجمالية للنفس. لا بس هذا حسن. نعم. المرأة تزيل حاجبها لتتجمل لزوجها، هذا شيء حسن. إقامة عيد الأم والأم تفرح وقلبها يسعى ونجيب لها طرطاية وهدية، هذا حسن. فصارت الشريعة قائمة على الاستحسان العقلي. نعم. هو الاستحسان الذوقي. نعم. هو الاستحسان الهوى، وليس الاستحسان الشرعي والتقبيح الشرعي. نعم. يبقى الشرع هو اللي بيحكم، ويحسن ويقبح. الأصل عندنا هو تحكيم القرآن في كل حياتنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. عليه الصلاة والسلام. والعلماء هم الذين أرسوا ذلك إرساء عظيما. نعم. لم يتركوا في ذلك شيء، حتى اللبس وألوان الناس وما يختار، حتى في لبس الشهرة، حتى في ما يستورد من أطعمة وأشربة من غيرها، تكلم العلماء في المأكول والمشروب والملبوس وفي حياة الناس. نعم. ضبطوا الانفعالات وضبطوا التوصيف العلمي. نعم. كيف يخرج هذا من ألسنة أهل العلم؟ نعم. كيف يكون هذا قذفا حين يخرج من اللسان ويوجب عليه حد القذف؟ وكيف يكون هذا سبا ويوجب عليه التعزير عند الإمام؟ نعم. وكيف يكون هذا ملاعنة ويوجب ذلك الوقوف في قذف؟ وكله بيخرج من فم واحد ربما، وله أحكام مختلفة. نعم. ثلاث هزلهن جد وجدهن هزل، الطلاق والعتاق والنكاح، فيقيد اللسان. يعني دلوقتي لو في حد بيهزر مع حد
يقول له زوجني بنتك ويقول له فقال زوجتها تصبح زوجة. صار ذلك ولكن على يعني على سعة من العلم ولا يكون هناك عذر بالجهل. ده احنا عايزين نفرد بقى حلقة كاملة لهذا الأمر، موضوع الزواج والطلاق وتحكيم القرآن في هذه المسائل، لأنها مما عمل به البلوى. فخلينا بس اليوم أحسن. خليها حلقة منفصلة. أنا عارف لو حضرتك استفدت في هذا الأمر يبقى الحلقة هتخرج عن إيه؟ سيدنا أبو هريرة، عن الحدود اللي إحنا حددناها. فخلينا مع الصحابة. نعم. سيدنا أبو هريرة يلقى امرأة يمر عليها وهي متعطرة. نعم. فيوقفها. فاستجاز العلماء من ذلك جواز الأمر والنهي مع المرأة ولكن بلطف ومن غير أن يؤدي ذلك إلى منكر أعظم. هي ضوابط يعني لو رأى أن هناك منكر فلا مع امرأة. نعم. فلا غو أن يأمرها وأن ينهاها ولكن بأدب ورفق كما هو من ضوابط الأمر المعروف أنها منكر، ومن غير أن يتجاوز ذلك إلى منكر أعظم فيوقفها وينهاها عن مثل هذا. فكان الصحابة ينتشرون بشريعة الله تبارك وتعالى انتشارا عظيما. ومن أعجب ما سمعت أن الحجاج بن يوسف أعطى سالم بن عبد الله بن عمر، وكان سالم وأباه عبد الله بن عمر عند الحجاج بن يوسف في المدينة. نعم. سيدنا عبد الله بن عمر كان يعطي البيعة ولا يخلع يد منها، كان هذا من عظيم ما يفعل، ويبايع هو وأولاده وخدمه لا ينزع البيعة، يعني يبايع الحاكم أو الولي ولا ينزعها. نعم. فبايع أمية بن خلف، فبايع بني أمية في عصر عبد الملك، وكان على المدينة حجاج بن يوسف في زمن قتاله. فكان أن أعطى، وكان الحجاج يقتل بالشبهة، فأعطى النطع والسيف لسالم بن عبد الله بن عمر ليقتل رجل شبهة، فخرج به خارج القصر. ثم قال له سالم للرجل: أفعلت شيئا؟ قال: إنه أخذني بالشبهة. ثم قال للرجل: أصليت الصبح في جماعة؟ قال: نعم. قال: إذن انظر أي طريق فخذ. يا رب يا رب. ودخل على الحجاج بن يوسف. انظر إلى ضبط الشريعة والوقوف عندها، لا رعدة ولا خوف. نعم. شريعة الله. فيدخل ولا شيء في النطع ولا في السيف. نعم. فيقول له: ما فعلت بالرجل؟ بلاش يعني دماء يعني. نعم. لا دماء. نعم. فقال له: ما فعلت في الرجل؟ قال: إن هذا، ويقصد أباه عبد الله بن عمر، حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. امتثال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يطلبه الله في ذمته يكب على وجهه في النار. فارتعد الحجاج وهذا بعد أن سمع هذا الرجل وهو يتكلم بهذا. فالحجاج كان يريد أن يقتل الشبهة، وسالم لا يريد أن يلوغ دمه في الشبهة. انظر بقى تعليق سيدنا عبد الله بن عمر ومن كبار الصحابة. نعم. تعليق عبد الله بن عمر. نعم. الناسك الرهيب في أحكام الحج. نعم. ندخل بعد ذلك إليه في النسك. ماذا قال تعليقا على هذا كله وهو يسمع يرى؟ قال: أحسنت، إنما سميتك سالما لتسلم. الله، شوف النية. نعم. سماه حتى بنية. نعم. سماه اسما حسنا. نعم. استحسنه الإسلام. نعم. قال لولده: إنما سميتك سالما تسلم. سيدنا عبد الله بن عمر أضبط الناس في مناسك. يعني أنا حتى كمان لما أجي أسمي ابني يبقى لي نية في هذا؟ تأخذ بشريعة الصحابة والتابعين وما شرعوا في الأسماء. نعم. من الاستحسان. نعم. في المعنى ومن قصد المعاني العالية، وأنك ترجو ربك في ولدك بما سميت. نعم. وسميته يحيى. نعم. هكذا قصد الله سبحانه وتعالى في أن يرسل عليه السلام ولدي يحيى ذكره، فيذكر في كتاب الله إلى يوم القيامة. الإحياء للذكرى. نعم. لأنه قتل في سنة. فهؤلاء الحاجة عادين يوم تروح الوقت بتوان بمزدل يسأل الله، وهو عطاء بن أبي رباح. نعم. حتى كانوا بني أمية يخرجون في الحج لا يفتي الناس في الحج إلا عطاء. نعم. ورثاه من عبد الله بن عمر. تتلمذ على يد سيدنا عبد الله. تقول لي أحكام الحج محتاجة 1، 2، 3. نعم. يوم التروية تلبس الملابس. نعم. تروح للمزدلفة، ودلوقتي ما بيتوش كمان بإيه؟ نعم، في المزدلفة. في المزدلفة يروح على طول إيه؟ لعرفة. نعم. تروح عرفة، تلف عرفة، تطلع من عرفة تروح يوم تبات في منى او في المزدلفة الاخر. المزدلفة الاول بعد كده. ويقول لك كمان ايه؟ ما بيباتوش. المزدلفة مش مشكلة، افضل يمشي لحد ما تطلع من المزدلفة. يعني صار الامر الان وسوى الناس بين الاركان في الحج
وبين الواجبات وبين السنن. صار الأمر استحسان نفسي وأطلقت فتاوى حسب ما يسهل لك، ثم يأتي نص النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. المنضبطين يقولوا قال افعل ولا حرج يوم النحر، وقد ترتيب الأعمال فمن قدم وأخر فلا حرج في القضية. ضبط. لكنهم جاء بعض المفتين الآن إنما جعل الأمر متداخل، كلما يعني أثرت مشكلة يقول افعل ولا حرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لذا انظر إلى دقة الكتاب. يوم يعذب الله في النار أقواما فيطلق عليهم فيقول ولم يحيطوا بعلم. لم يحيطوا بعلم المسألة. عبد الله بن عمر كان أعلم الناس بالحج. معنى كده في شركات دلوقتي تقول لك إيه الحج تحت قيادة فلان. الحج تحت قيادة فلان. كيف لو أنك حججت مع عبد الله بن عمر؟ وكيف لو أنك حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. ويقول خذوا عني مناسككم الحج عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. فكان من أعظم من أخذ وأحط سيدنا عبد الله بن عمر الناسك الأول، صاحب ألف عمرة وستين حجة. هكذا أحصل عبد الله بن عمر ألف عمرة وستين حجة رضي الله عنه وأرضاه. لكن انظر إلى ضبط مسائل الحج والعمرة. لأن يا شيخنا أنت تعلم، ونؤكد للمشاهد الكريم وإليهم أقبل بوجهي، أن الحكم الشرعي لابد إذا فسد فسدت العبادة قطعا. الحكم الشرعي، حكم الشرعي إذا فسدت العبادة قطعا. نعم. هذه طريقة العلماء منذ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إلى وإنه قد استشهدت في الصلاة حديث حذيفة في صحيح مسلم، دخل على رجل يصلي لا يقيم صلبه بين الركوع والسجود، فقال له منذ كم وأنت تصلي هكذا؟ قال منذ 60 سنة. قال له ما صليت منذ 60 سنة. حكم على صلاتي، حكم على صلاتي بأن يعني أنه لم يصلي. هل هذا تشدد سيدنا حذيفة؟ نعم. أبدا. إنما هو العلم الشرعي الذي إذا فسد شيء من فعلك الشرعي، وفرق طبعا بين أن يفسد واجب أو أن يفسد ركن. نعم. إذا دخل الرجل الصلاة فإذا يترك الركوع حتى يلحق بالناس، أو يترك ركعة، أو يترك القيام، ويقع في الفريضة. نعم. من غير عذر. لا أقصد كمان إن هو في ناس بتدخل، وبرضه ده مهم قوي ننبه عليه شيخنا، تلاقي الإمام راكع وواحد داخل المسجد بيجري. تمام. أنا بالأمس كنت مسبوقا راكعة في العشاء. نعم. وكان الرجل يصلي خلف عمود في مؤخرة المسجد. نعم. فخرجت فقلت له لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نعم. قال الشيخ السعدي رحمه الله إلا أن لا يجد في الإيه في الصف فرجة. نعم. ملاش مكان الوحيدة. نعم. أنه لا يجد في الصف إيه فرجة. مكان. فإن لم يجد جعل صفا خلف الإمام. لكن الرجل يصلي منفردا خلف الصفوف والصف الثاني قد شرع ويوجد مكان. فقلت له لا صلاة لمنفرد خلف الصف، اخرج من صلاتك. فكأنه لم يسمع، وكأنه يعني أصم الأذن ولم يخرج. أنت متشدد يا مولانا كذا. كذا متشدد. إذا الحكم الشرعي. نعم. يدخل في صحة العبادة أو في ذهابها وإفسادها. نعم. هذه مسألة عظيمة لابد أن يراعيها المكلف، وأن يعلم أن العبادات، لأن في أمثلة مشهورة في الريف يقول لك يا ربي مش عارف صلاة مع ذاتي، يا ربي أو عصاتي مع ذاتي. لا معرفش أنا الموضوع ده. يقصون قصة مستنعة أن رجلا سمع رجلا من خلفي يعني قناة كبيرة عن البحر كده نهر، فركب مركبا فقال له ما تفعل؟ لقد سمعنا لك كرامة. قال يعني هل تصلي كذا؟ قال لا انا بصلي زي ما يتسنى لي. باي طريقه يا؟ ثم قال مثلا صار ينتقل عصاتي مع ذاتي، كان بيرعى الغنم يعني. يا ربي بصلاتي يعني تقبل على اي وجه. نعم. هكذا يظن الناس، هكذا يظن الناس ان الله تبارك وتعالى يقبل من العمل اي شيء. ده انت قلتنا خالص يا مولانا، ده كده كل واحد يفكر في عبادته وفي معاملاته. لما هذا؟ ويسال ليه؟ لان الله هو الغني عن كل عباده فيها دخل أو بدعة. نعم. أو فيها شرك أو رياء. نعم. فلا بد أن تنظم العبادات أعظم من تنظيم المؤتمرات على أعلى مستوى، قد لها لجنة فنية ولجنة إدارية وأعظم بدلة وأعظم كذا وأعظم كذا وأعظم منتدى وأعظم مباراة. الناس يحيطون بكل هذا ليخرجونه على أعلى مستوى،
الله أحق من هذا، وإلا يصير المسلم مطفف في الكي. نعم. يزن لصنع ثوبه بميزان أن يكون أجود خامة، أجود صانع، أعلى تطريز، ويزن في عبادة الله بأي شيء يتفق. نعم. لا يريد أن يقيم الشريعة بأجزائها. حسنت. هكذا الأمر فيما فرض الله ورسوله. الأمر صعب جدا يعني. تحاكم للكتاب والسنة يعني أخذ الجزئيات والوقوف عليها، والفرق بين الركن والواجب والمندوب، وكيف يعالج المكلف وما فقد من واجب ما فقد من مندوب. يبقى احنا كده عايزين دور العلماء بقى ومشايخنا في تعليم الناس وتوضيح الامور للناس وامور العبادات. وانت تتكلم عن الصحابه، هذه العملاقه الرهيبه التي نحبها امنا رضي الله عنها عائشه، اقسمت الا تكلم زبير، فصنع الصحابه حيله ليدخل عليها الزبير عن طريق ايضا ابن اختها حتى يقبل راسها ويدها وترضى عنه، فلا زال بها يبكي بين ذا حتى رضيت عنه. قال اهل العلم فصنعت ان اعتقت، كلما تذكرت اعتقت عبيدا وتصدقت لتوفي بنزلها وتبكي وتقول ما حملني على ذلك، اللي خلاني عملت كده، اللي خلاني خلف نزل. نعم. كانت نظرت الا تكلم الزبير. نعم. وكانت تعتق وتبكي لأجل أنها خالفت نذرها. نعم. ضبط الحكم الشرع، العبد يخاف أن يؤخذ بمثل هذا، فإن الاستهانة في النفس تعظم عند الله. نعم. فمن الناس من يستهين النظر بفتح مواقع الانترنت، من الناس من يستهين بالشات على الانترنت. نعم. وكلام الأجنبيات، من الناس من يستهين بحكم كلام الأجنبيات، من الناس من يستهين تحريك مشاعر الأخريات، هذه كلها أحكام شرعية، لا يجوز لأجنبي أن يكلم أجنبية إلا بالحسنى، وده بيفتح مجال بقى يعني خطوات الشيطان تبتدي. لكن أتكلم بس في مجرد الحكم الشرعي. نعم. لما خالف فتح بعد ذلك شرا عظيم. نعم. حتى تكون المرأة سوداء عوراء وتقع في قلب الرجل جزاء ما أطلق لنفسه من عنان البصر وما أطلق لنفسه من عنان الشهوة، والله يقول للمؤمنين غضوا من أبصارهم، أمر شرعي. نعم. ثم يقول في آخر ذلك أزكى. نعم. أزكى لهم وأطهر، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون سبحانه وتعالى. قال في الحج، قال في القتال وتشريع القتال والجهاد في سبيل الله، الله يعلم التشريعات، فحين يوقفك عند حد فانتهي، لأنه خلق النفوس وأعلم مصالحها ومفاسدها. نعم. فأنا أريد الصحابة، أريد أن أركز، كانوا على انضباط عال رغم أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يمشون بين أظهر الناس ومنهم من يعلم أنه في الجنة، ومع ذلك كانوا يضبطون الشريعة ويقفون عند حد الله ورسوله صلى الله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عليه الصلاة والسلام. طيب حط معنا 5 دقائق يا شيخنا، يعني لو توصل رسالة. أنا لقيت بصراحة من الحلقة، أنا لقيت جدا، أنا كده محتاج أن أنا في كل حركة وسكنة محتاج أن أنا أرجع إلى الشريعة وأرجع إلى التحاكم إلى القرآن وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا الإمام البخاري. عايزين نختصر بس الحلقة. أنا أختصر. في 5 دقائق. وبالدليل حتى لا يظن المشاهدين الكرام أننا بالغنا أو غالينا. نعم. شيخنا الأمر على هذا العصر الذي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أن نقتدي به، وهو عصر الصحابة والخلفاء الراشدين خاصة. وما نحن فيه الآن أقارن بين ضبط وبين إرسال النفوس بكل ما تريد وما تحب، يضبطون أنفسهم، وهذه النفوس الآن صرنا في عصرنا الحسن ما نستحسنه والقبيح ما نستقبحه، وفي عصرهم كانوا يضبطون كل شيء حتى الانفعالات. يعني سيدنا أبو أيوب الأنصاري يأتي عرس بعض أولاد سيدنا عبد الله بن عمر فيجد أنه غطى الحائط بالستائر. ده في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام غنى نهى أن تستر الحيطان بالستائر، يعني غطي النافذة فقط، الشباك فقط والنافذة فقط، لكن ما زاد بنخلي الحيطان كلها ستائر. وما عندك عندي ونسأل الله. هتودينا فين يا مولانا؟ بس حاسس تودينا فين. انظر إلى ما قال، فاعترض أبو أيوب وقال له وأخذ بالأمر أنه عزيمة، لكن سيدنا عبد الله بن عمر أخذها على أنها إيه، أمر يندب إليه، وهذا فهم النصوص. فقال ما هذا يا أبا عبد الله؟
يا أبا عبد الرحمن؟ قال غلبتنا النساء يا أبا أيوب. قال أمثلك تغلبه النساء؟ ثم لف ثوبه ورحل ولم يحضر الوليمة ولا العرس. بسبب أنه وجد خالف شرعية في المسألة. نعم. هذا الضبط قال عنه أنس، أريد للمشاهد الكريم في آخر حلقة، سيدنا أنس قال للتابعين ولسه الزمن زي ما بيقولوا ايه زمن ورور طيب، زمن يعني فيه نضارة الإيمان، قال إنكم لتعملون أعمالا هي في عيونكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ده بنتكلم على التابعين، امال بقى امال اللي احنا وصلنا له دلوقتي احنا ايه؟ ارسال ارسال نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. قل هيحصل الناس ان يترك سدى عايش كده لا يعلم اوله ولا اخره، ما يحصل له يفعل وما يحصل يترك، والغيظ يستوجب الغضب ويؤمل العمر الطويل. لا لا اقول لك انا ملتزم في الرضا، لكن في ساعة الغضب يرسل، في ساعة الفقر يرسل، في ساعة الشدة يرسل. صرنا الآن لا انضباط، حياة غريبة، كل من يريد أن يقول شيء يقوله، كل من يريد أن يفعل شيء يفعل، كل من يريد أن يفعل يفعل، كل من يريد أن تمتد يده يمتد، من يقصر يقصر، يترك الرحم يتركها في أي وقت. كل الرحم دلوقتي بتقول لبعضيها أنا مش محتاج لك والسلام عليكم، ويصير بين الرحم قطيعة بالسنين. وإن الله قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قالت هذا مقام العائز بك من القطيع عشان ضعيف. نعم. منافى بس. قال ما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. فكل الناس فكرة أن الرحم إذا أعطاني أعطيته، وإذا مش كويس معايا مشيت معاك كويس، زرني أزوره، زرني أزوره، اتصل علي اتصل عليه، لكن يلوي معايا ويبقى وحش، لا أنا مش مستغني أنا مش محتاج، ويريد أن يستفتيك ليصل إلى فتوى بالجواز. يقول لك عم الشيخ بس أنا رحت له، تقول له كويس بس ما جابليش غشاي، يعني ما كان بيعمل لي عزوم، عم الشيخ بس أنا رحت له بس ما استجبش. ويبرر مبررات عظيمة جدا في هذا الزمن قطيعة الرحم، وكثير من يبرر لأكل رشوة في الشغل، نعم، ومن يبرر لأكل مال حرام في موطنه، ومن يبرر للقتل، ومن يبرر لكذا. نسأل الله السلامة. انظر يا شيخنا الفرق، ولم يحيطوا بعلمه. نعم. ولم يحيطوا بعلمه. فالصحابة أحاطوا بأجزاء الشريعة فصاروا انضباطا عظيما. نعم. ويعلمون أن الله شريعته قوية، وأن الله تبارك وتعالى يغضب على من يصف شريعته ومن يتعمد ذلك. وصرنا في أزماننا فلات وتضييع. عايزين بقى نختم هذه الحلقة بعد إذن أخونا عدنان، وطبعا هندعو له في وسط الدعاء يعني دقيقتين بس. أخونا عدنان مخرجنا يعني عريس جديد زواجه يعني كان قريبا، فعايزين ندعو له وندعو لمصر وندعو للمسلمين في دقيقتين. طيب يعني نبدأ بالتدريج من الأعلى على اسمنا إن شاء الله. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع الغمة عن بلاد المسلمين. آمين. اللهم اجعل مصر أمانا أمنا يا رب العالمين. آمين. اللهم إنا نسألك أن ترزق مصر الأمن والأمان. آمين. واجعل عاقبة بلادنا إلى السلامة. آمين. واجعل عاقبة بلادنا إلى السلامة. آمين. اللهم من أراد مصر بسوء فاجعل كيده في نحره. آمين. واجعل تدميره تدبيرا. آمين. ومن أراد مصر بخير فوفقه لكل خير. آمين. اللهم وأصلح أحوال المسلمين. آمين. اللهم وأصلح أحوال المسلمين. آمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. آمين. وصب علينا رزق صبا. آمين. ولا تجعل معيشتنا كدا. آمين. وأصلح ذات بين المؤمنين. آمين. وأصلح ذات بين المؤمنين. آمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك في القناة والقيمين. آمين. اللهم بارك في أخونا المخرج واحفظه يا رب. آمين. العالمين. واجعل زيجته مباركة. آمين. اللهم اجعل زيجته مباركة. آمين. وفتحا على الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم اغفر لي ولشيخنا ولي، ارحمنا واجعلنا في عبادك المرحومين والسامعين والمشاهدين. آمين. وابائنا وامهاتنا حيهم وميتهم. آمين. برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين. اقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يعني لا تعليق بعد الحلقه، اظن كلنا يعني عرفنا رساله الحبيب وصلها لنا شيخنا من خلال هذه الحلقة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يحكمون القرآن في حياتهم كلها. قولوا آمين. آمين يا رب العالمين. بشكر في نهاية الحلقة باسمكم ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد محمود عبد المهدي معلم الأزهر الشريف، جزاك الله خيرا شيخنا. وإن شاء الله في الحلقة القادمة نستكمل بإذن الله تعالى الخميس القادم، نستكمل الكلام بقى عن سير التابعين في تحكيمهم لكتاب الله جل في علاه.
تمام. وان شاء الله بذكر حضراتكم بسرعه كده، يوم الثلاثاء لقائنا مع الاداء القراني في 9:15 ان شاء الله مساء، انتظرونا. وشكر خاص لفريق العمل في برنامج الف لام ميم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. عايز تتعلم أحكام تجويد القرآن؟